طريق بغداد ومن ثم ساحة الاحتفالات وصولا إلى وسط المدينة، نقاط لم يألف قاطنوها هذه المشاهد، نقص في الازدحامات وندرة في التنقل، سيمة شوارعها وأزقتها في زمن فيروس كورونا. اليوم بعدما كانت أصوات السيارات في كل مكان وزمان، نرجو من أهالي محافظة كركوك الكرام الالتزام بوجودهم في بيوتهم وتواصل معنا، ولأن هذا المرض الحل الوحيد والوقاية من عند الرئيسية وهو في البقاء في البيت. أحد الحالات يا بنتي ليش طالع أخوي حضرة الجوال وإحنا الخاطرك حضرة الجوال الصحي، هذا الخاطرك أنا مود عدم انتشار عدم ملامسة أي أحد غريب أي يقول ها والله ضجت بالبيت، نعبر موقف القيادة العمليات بالأعداد السيارات اللي تم حجزها واللي تم تغريهم. أول بارحة كان عندنا بحدود 200، البارحة 250، اليوم حقيقة أتوقع اليوم أقل يكون. وخلال جولتنا المفاجئة بين شوارع وأزقة مدينة كركوك، لفت انتباهنا هذا الرجل الذي يدعى علي، وهو يقوم بتوزيع الطعام على القوات الأمنية كمبادرة إنسانية. وهذه القوات متواجدة في الشارع من أجل أهالي كركوك، وأنا أشجع كل واحد عنده إمكانية من أهالي كركوك أن يبادر بمثل هذا الشكل. ورغم غلق الحدائق والمدارس ومنع التجمعات الأخرى، لكن لا تزال بعض الأماكن محطة لعوام الناس كالأفران والمحال التجارية بغية الحصول على الغذاء اليومي. والله الحمد لله وشكر، يعني إقبال أكو على السوق، إذا يعني إحنا الأفران نعزل يعني الحياة يوقف عندنا، يعني شلون ما تقول سلعة الحياة ويا الأفران. إن عرفت السبب بطل العجب، ويبدو أن الامتثال للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا أفرزت هذه المشاهد الغير المألوفة والتي غيرت من عاداتنا وأطباعنا وسلوكياتنا الحضارية، وفي النهاية تبقى الوقاية خير من العلاج. من كركوك حيدر الربيعي، قناة اليوم.